ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. هنا قلعة رعوم في منطقة نجران، قلعة تاريخية عمرها أكثر من 100 عام. هذه القلعة الآن أمام أعيننا.
ما شاء الله تبارك الله، وصلنا القلعة. منظر لقلعة رعوم، سبحان الله، مبنية على صخور عجيبة جدا. حياكم الله أيها الأخوة، مع الأستاذ عبد الله عباس. الله يبقيك ويحيي المستمعين والمشاهدين. والله يا أخوي، القلعة زي ما شفت، القلعة هذه بناها الجيش اليمني أيام دخوله عام تقريبا 1350 دخولهم طبعا البلاد هذه كانت بلاد همدان بن زيد، بلاد قبائل يام وقبائل وايلة، من أطراف الجنوبية للسعودية والأطراف الشمالية لليمن. في ذاك الوقت ما كانت تحكمها حكومة معينة، كانت بين مملكتين، مملكة الإمام اليمني ومملكة الملك عبد العزيز. ما شاء الله. وكانت كل الدول تتطلع لضم الأراضي تحت سلطتها ورايتها. ووصل أولا بحكم القرب الجغرافي الإمام اليمني والجيوش اليمنية، ما شاء الله، وسيطرت على المكان والأرض، وبنت القلعة هذه، واستنجد الاهالي بالملك عبد العزيز، ووصلت طلائع جلوشه، وصل الملك فيصل رحمه الله الى الحديده، وصل الملك سعود رحمه الله الى تقريبا الحدود الشماليه لمنطقه نجران عليهم رحمه الله العسكر ومجاورها. واتفق الملكين على انه تنسحب الجيوش السعوديه وتعود الجيوش اليمنيه وتصبح نجران أرض سعودية، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ومنذ ذلك الوقت ونحن تحت هذه الراية الخضراء، دامها الله وأعزها الله وأعز حكامها. آمين. الله.
هذا فين؟